أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شيخ مالك هذا الناس من جعل للتوحيد قسم الرابع اسمه توحيد الحاكمية. هذا غلط، هذا ضلال، هذا ضلال وزيادة عن ما قرره أهل العلم أن التوحيد نوعان أو ثلاثة أنواع. هذا من تناقضات، واحد يقول التوحيد نوع واحد بس، واحد يقول أربعة أنواع، كله ضلال. هذا يا شيخ يحتج بأن أصل التقسيم إيش اللي يدعي الحاكمية قسم المستقل ورا ما تدخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية نوع من العبادة، نوع من التعبد لله عز وجل. شيخ بناء على أن التقسيم أو التقسيمات الثلاثة للتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يقول هذا أمر فيه يعني أو صار عن طريق الاجتهاد، اجتهاد العلماء وعن طريق الاستقراء. يكفينا اجتهادهم، ما نزيد على ما أجمعوا عليه. هم أجمعوا على هذا، يجي واحد جاهل في القرن العشرين على ما قالوا يقول أنا مجتهد ويزود على ما أجمع عليه أهل العلم، هذا ضلال. ما لو بقصد التأليل يا شيخ؟ ثم هذا خطأ واضح، لأن الحاكمية هي داخلة في توحيد الألوهية، ما الذي يفصلها ويقليها قسم مستقل؟ أجل اجعل الصلاة نوعا قسم خامس وسادس، واجعل الجهاد قسم سابع، فصل كل أنواع العبادة خلها أقسام للتوحيد، ما يصلح هذا. يعني قول مبتدأ هذا القول؟ إيه ما في شك، مخالف للإجماع، ما قال به أحد من أهل العلم، هو مخالف للإجماع.